اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده اكله امي من المطبخ الصيني، ونروح على سور الصين العظيم نشوف ايه الاشهر الاكلات، ونشوف الصين دي عايشه ازاي بالاكلات اللي بتاعتهم والفليفر. ما يسمعوش حاجه عن المسبك، طاجن باميه باللحمه الضاني لو شافوه يضربوا له تعظيم سلام. احنا ما نستغناش عنه، ولكن في تفاصيل في المطبخ الصيني للامانه بيعجبني، لانه دايما هيلثي، يعني الاكل بيكون مش مسبك، ما فيهوش زيوت كتيره، ما فيهوش سمنه كتيره، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. تعالوا مع بعض، هتعمل لنا ايه يا شيف النهارده؟ الفلسفه النهارده بتقول لك ان المطبخ الصيني يعني صويا صوص وزيت السمسم والوسابي صوص. التلاته دول موجودين شايفهم قدام عينيا، يبقى النيه هنا نيه مطبخ صيني، والطعم هيكون طعم صيني. طيب معايا لحمه مفرومه النهارده، فعايز اعرف الصينيين ازاي ياكلوا الميني حواوشي بتاعنا، الاكله الشعبيه بتاعتنا، الحواوشي صغير وكبير ايا كان باللحمه. احنا هنعمل النهارده الميني الحواوشي بالطريقه المصريه ولكن الطعم الصيني، عشان نشوف هنعمله مع بعض ازاي. معايا نودلز النهارده اللي هي الشعريه الرفيعه والشعريه العريضه، ده بتتصنع من الرز طبعا، هنعملها مع الخضار هيلسي، يعني تشكيله من الخضار من خير ارضنا، جزر، كوسه، بتنجان، انواع مع النودلز، لها تفاصيل هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معايا كمان فراخ النهارده، ومعايا برتقان. يا برتقان يا ابن عم اليوستفندي، هنعمل البرتقان ده مافن بالدجاج ولكن بالطعم الصيني، برضو ليه تفاصيل جوه كده وفيها خبره طهويه، هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. يعني عايز اقول لحضراتكم المطبخ النهارده صعب جدا للامانه وفي شغل كتير. ايه رايك حضراتكم نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف تفاصيل للمطبخ الصيني بالطعم الصيني، ولكن صيني، ياباني، تايلاني، مكسيكي، هي مصر بالطعم المصري. تروحوا بعيد تاني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بجد النهارده المطبخ بتاعي زحمه، في حاجات كتيره وفي تفاصيل كتيره، فخلونا اذا انت عندك المنيو ده هتعمليه مافن بالدجاج ولكن بالطعم الصيني. معانا كمان التشاينيز خضار مع النودلز برضه هنعمله، ومعانا الميني حواوشي على الطريقه المصريه ولكن بالطعم الصيني. الحاجه اللي بتاخد وقت هنا، وده اللي يهمني دايما بشرحه في بدايه الحلقه، نبقى نشوف الحاجه اللي هنخلص منها وندخلها الفرن وما تعمليش زحمه في المطبخ، اللي هو المافن. يهمني قوي تنظيم وقتك في المطبخ عشان ما توقفيش وقت كبير كمان، في التزامات تانية، في اولاد، في الاهتمام، في حاجات كتيره. مافن بالدجاج بالطعم الصيني، المقادير على الشاشه. برتقان متساوي الحجم تقريبا زي ما ظهر على الشاشه كده. معانا صدر دجاج، ومعانا صويا صوص والوسابي صوص، ومعانا زيت سمسم وتوم طازه وجنزبيل طازه، دي كل المقادير، وسمسم، وما ننساش البيكن باودر مع البيض، دول اساسي بتاع المافن، بيكن باودر وبيض مع الدقيق بتاعنا طبعا الاساسي. المقادير على الشاشه، تفاصيلها موجوده، لا تتعدى اصابع اليد العشر. تعالوا نعمله مع بعض كده بطريقه سهله ونشوف ازاي هنعمله. حلو قوي. اول حاجه انا معايا صدر دجاجه في النار بيستوي، وحطه من بدري. حلو قوي، عشان ده يتقطع في قلب المافن. ندور عليه هنا كده، حطه وسلقه طبعا مع صويا صوص ومعلقه زيت سمسم اهو، وزيت سمسم اهو. هنا طبعا الميه او الشوربه او البوكي جارنيه اللي عندي هنا واخد الطعم الصيني، اللي هو الصويا صوص وزيت السمسم وجزر وجنزبيل وتوم، كل ده طبعا علشان يبقى عندي الصوص او الميه اللي انا هستخدمها في الاطباق اللي انا هعملها دلوقتي. ده صدر الدجاجه بتاعي، ده تقريبا مستوي يا عم الشيف ثلاث ارباع سوا، هحطه جنب هنا كده يبرد شويه على ما اعمل بقيه المقادير. حلو قوي، تمام. ممكن نستخدم اثنين او واحد، مفيش اي مشكله. تعالوا نعمل بقى الاساس بتاع المافن واحنا شغالين مع بعض، وتليفوناتنا على الشاشه قدام حضراتكم للتواصل ولاي سؤال. احنا جاهزين، معانا ثلاث بيضات في المقادير، بتستخدم البيض في التلاجة تطلعيه طبعا قبل بعشر دقايق، ده الطبيعي اهمت عينيا زي الفل، الله عليك اهو، تمام. اهم حاجة انك انت تكسر البيض وتتأكد ان هو طالع من التلاجة من قبل. دايما لما تيجي تعملي كيك تستخدم البيض في الحلويات، دايما البيض ده يتقلب مع مادة تكون سريعة التقليب عشان تديكي الايه، المادة الزلالية بتاعته.
ايه اللي في المقادير عندي موجود هنا في المقادير؟ معانا بيض ومعانا عصير برتقال. هننزل عصير البرتقال على البيض كده مع شوية فلفل اسود عشان الزفارة بتاعة البيض. معانا معلقتين من زيت السمسم. احنا قلنا الطعم صيني، بدل الزيت العادي اللي بنستخدمه في المافن انا بستخدم زيت سمسم. حلو قوي. مع معلقه من الصويا صوص في قلب البيض. الله، الموضوع مختلف النهارده. ده صويا صوص. وطالما حطينا صويا صوص ما نستخدمش ملح. خلي بالك المطبخ الصيني والياباني بيقول استخدامنا للصويا صوص بيغنينا عن استخدامنا للملح، ده الطبيعي. وادي توم طازه. حلوة. وبصله مفرومه ناعمه طازه. الصينيين بياكلوا بصل طبعا. كل دول مع بعض يا شيف ونقلبهم. دي المواد السائله بتاعت المافن. عندنا فراخ وعندنا الدقيق والبيكنج باودر. التلات عناصر دولت لسه باقيين، هنشوف ازاي نركبهم مع الموضوع ده. ونقلب كل ده مع بعض. مافن بالدجاج بأيادي مصرية ولكن الطعم صيني. بيض، ثلاث بيضات، معلقتين زيت سمسم، ثلاث معالق صويا صوص، نص معلقة حلوة كده توم طازة مفروم، وما ننساش كمان الفلفل الأسود اللي أنا حطيته في المقادير. نخلي دول على جنب. حلو قوي. معانا بولة تانية. اللي انا بعمله ده جربيه كده وشوفي وقولي لي رايك فيه، احنا مش هنروح من بعض بعيد يعني. صدر الفرخه ده انا عايزه يبرد شويه. حلو قوي. معايا الدقيق ومعايا البيكنج باودر، بقلبهم على بعض الاول، ده مهم جدا بالشكل ده كده. خلي بالك هنا في برتقال انا شايل القلب بتاعه، هوريه لحضراتكم دلوقتي. الفكره جايه منين؟ انك انت المطبخ دايما لازم تنظر منظور الابداع والرؤيه وانت شغاله، تعملي حاجه غير الاخرين او غير مثلا اللي انت كلتها في مكان معين. شويه الدقيق دول كفايه. حلو. بحط عليهم بيكنج باودر زي الفل، ودايما البيكنج باودر تتاكدي من صلاحيته واستخدامه ما يكونش فيه رطوبه. نقلبهم كده. ده مش هنزل بيه خالص دلوقتي، شفت بقى التركايه هنا؟ لان البيكنج باودر نزلت بيه على المواد السائله لازم على طول يخش النار. عملت كيكه، عملت اي سبونش كيك بتستخدمي فيه بيكنج باودر او اي تورته لازم تكون او اخر حاجه بتضيفيها على المقادير الدقيق والبيكنج باودر، في الاخر تدخليها الفرن على طول. احنا لسه عندنا شغل تاني. كده عندي الدقيق مع البيكنج باودر وعندي المواد السائله وعندي صدر فرخه هنا، هنشوف نشتغل مع بعض معاها ازاي. سكينه. اللهم صل على النبي. نخلي دي هنا. عينيا. حاضر يا قلب. اهو. ومهم جدا وانت شغاله اول باول نظافتك. في المطبخ الصيني ما تخليش الصينيين يعيبوا علينا. حلو قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد صدر الفرخه ده كده، اعتقد ان هو برد شويه. اهو. ثلاث ارباع سوا. انا عايزه كده جوسي يعني. اهو. هم الصينيين بياكلوها بالطعم ده، خلي بالك دايما الاكل بتاعهم ما بيكونش طبعا مستوي زياده. ويل دان. اهو الفراخ تتقطع كده. ممكن على فكره تعمليه بالجمبري. ممكن تعمليه بالهوت دوج او السوسيز بدل صدور الفراخ زي ما انت عايزه. التقطيع دي مهمه. واصبح ان انا عندي مافن هقدمه بشكل جديد دلوقتي فيه كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم. بروتين هنلاقيه، كالسيوم هنلاقيه، معادن هنلاقيه، نشويات هنلاقيها، توم يقلل الكوليسترول في الجسم هنلاقيه، صويا صوص بروتين نباتي جميل حلو امن هنلاقيه، كل ده. شفت الفراخ جاهزه اهي، هسيبها برده تبرد شويه. نيجي بقى للتقديم. اللهم صل على النبي. البرتقال اللي معانا ده كده معايا مساعدين شطار، بوجه لهم تحيه كبيره. تعالى البرتقال ده عملناه ازاي عشان نكسب وقت البرنامج بتاعنا.
خلونا البرتقال لما انا عشان لما بقول رؤيه وفن وابداع ده بيبدا من بدايه ما بتشتري الماتيريال بتاع الاكله، سواء كوسه، بتنجان، برتقال، اي حاجه تستخدميها، ده اللي انا عايز اقصده. انا جبت البرتقال وكنت حريص ان انا اجيبهم كلهم سواسيه قد بعض وما لقيتش ثلاثه للامانه. اتكلم الصراحه انا اعمل ايه؟ خلاص اكتفيت بالتسعه دول. حلو، بنفرغ عينيا، بنفرغ القلب بتاع البرتقانيه واخد العصير بتاعه اللي انا حطيته في البدايه خالص. فاكرين لما حطيت عصير برتقان حطيته على البيت؟ هو ده. ده برتقال. زي الفل. تمام، وبحطهم في القالب هنا. هتقولي يا شيف مغازي طب ولازم القالب الكيك ده لازمته ايه؟ هقول لك على حاجه حلوه. إذا أنت ما عندكيش القوالب دي اللي بتحط فيها، بتحط البرتقال ده في صينية بس بتيجي تحت كده وتعمل الحركة دي كده أهي عشان دي تثبت. اعتبر إنك حطيتهم على البلانش. شفت إزاي؟ تاني. هي دي. دي بتخليها تركيز، بتديها شكل تركيز. خلص، مش هتتحرك من مكانك. بس ده عندي خلاص بستخدمه. وأنا شغال أهو. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ بخلي البرتقانيه من جوه كده في تفاصيل صغيره عشان املاها كميه كبيره. سكينه صغيره تخش كده. حابب اعملها مع حضراتكم على الهواء. تشيلي بقى القلب ده بمعلقه بسكينه صغيره بمقوره الكوسه، بس مقوره الكوسه كده ممكن تخرم لك البرتقانيه. المهم بطريقه انت حباها، ده اللي انا عايز اوصل له يعني. السكاكين الصغيره دي دايما تخليها عندك، تقطعي بيها تفاح، تقطعي بيها مانجا. بيقدموها طبعا دايما مع اطباق الفواكه. تدخلي بنوتك الحلوه اللي نجحت في الثانويه العامه، تعالي ساعديني، اقف في المطبخ اعملي الحاجه دي تساعدك. شفت انا بعمل ايه؟ ده بيتشال كده عشان انا في الاخر هاكل البرتقانيه دي باللي فيها. وهاخد دلوقتي، شفتوا ملاحظين حاجه هنا؟ البيكنج باودر مع الدقيق لسه ما حطيتش عليه اي سوائل، والبيض مخلوط مع الزيت مع الصويا صوص في البدايه خالص لوحده، ومعانا الفراخ جاهزه بتبرد شويه عشان ما ينفعش ان انا اضيف الفراخ سخنه على البيض المخفوق. خلي بالك التفاصيل دي مهمه جدا، بتوصلك دايما لنقطه الابداع. كده جاهزين معايا التسعه. حلو، بسكينه حاميه تشتغلي كده، وخلي بالك اوعي تخرمي البرتقانيه عشان الخليط ده هينزل جواها. وعندك الفرن مأمن عليه درجة حرارته 180، كأنك بتعملي أي كيكة. حاجة جديدة زي الفل يا عم الشيف. هاخد المقادير بقى أقلبها مع بعضيها وكده أنا في الأمان زي الفل. بس كده تمام. نشيل دول كده، أنا عايز الغطيان دي خلي بالكم أخليها على جنب، لأن أنا بعد ما يطلع من الفرن هزينه بالغطيان دي، واشيل ده كده من هنا. اللهم صل على النبي. والنظافه اول باول يا مغازي، النظافه هي عنوانك في المطبخ. طب نيجي بقى للتقليب. المواد السائله عارفينها، والدقيق مع البيكنج باودر، المضرب معانا. كده انا جاهز ان انا ادخل الفرن. هناخد المقادير دي نحطها كده. هتقولي لي ليه ما حطيتهاش من البدايه؟ انا قلت لك البيكنج باودر ما بيستحملش انك تقلبي عليه سوائل وتسيبيه. شايفها كده زي ما انا شغال؟ كده الخليط السائل جاهز معايا. هو ده، انا عارف والله العظيم انت ابن حلال. المخرج عايز يعرف انا ضفت يعني، انا الاكله بتاعتي فيها صويا صوص، فيها توم، فيها زيت سمسم، واضح ان الاطفال ياكلوا من الاكل دي لاول مره، كبار السن. فانا حطيت ورق نعناع اخضر. نعناع الاخضر لما يخش مع المزيج ده كده بيدينا الطعم بتاعنا كده ويقرب المسافات شويه. حطيته. ومعانا الفراخ، هنمسك الفراخ نحطها هنا كده بالشكل ده كده ونسقطها تحت. حلو قوي. تمام كده انا بمليها فراخ، والله اوزع كميه الفراخ كلها على الخليط ده وما انزلش بيه جامد تحت عشان الخليط ده ينزل تحت تبقى الفراخ في النص في الاخر. يا باشا ده يا باشا، لما بنقول رؤيه وفن وابداع يا شفيق، مش انا لوحدي، معايا فريق عمل هو السر في نجاحي، من بداية الأستاذ الفني للمصور للإخراج للمساعدين بتوعي. حلو، بذاكر والله العظيم بذاكر، وقتلنا ذاكر لغاية لما أموت. خلي بالكم أي حد في عمل يقول أنا خلاص، لا 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 أنت كده غلطان. تذاكر وتشوف أفكار، والأفكار دي تطورها بطريقتك أنت. هو ده. ننزل بالخليط ده كده. اللهم صل على النبي.
واحده واحده عليه وهنرجع له تاني. عيني حاضر اهو. كسبوني انا املى بقى الحاجات الحلوه دي كده مع بعض، لان انا هرجع تاني احط يعني انزل بالكميه وارجع تاني اكمل. يكون ده نزل تحت في القاع، خلي بالكم. هنطلع فاصل صغير ونسمع كلام الكبير علشان نرجع بعد الفاصل نشوف التركية الاخيره لعمل مافن الدجاج بالبرتقال بالطعم الصيني ولكن بخفه ايادي مصريه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. خلينا نبص على الفرن كده. ايه رايك تبص على الفرن معايا وتصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب؟ يلا مشوار. طب قول لي اهو 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 افتح يا سمسم اهو. لا الموضوع هنا محتاج لدراسه. مافن بالدجاج بدا ان هو لسه عشان كده انا بدات بقى الحلقه. خلي بالك لسه هو ده. وطبعا هتسالونا ايه اللي حطه فوق ده، انا هتكلم بعد ما يطلع اللي هو القشره والكفر بتاع البرتقال، هنتكلم عنه بعدين. هو ده. دي بقى حاجه تانية، حاجه تانية دي هنتكلم عليها بعدين. حاضر. لا لسه حبيب. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الله يبارك لك، الله يحسن ما بين ايدك. حلو قوي، الاطفال يحبوا الحاجات دي قوي. معانا البرتقاله، فاكرين الكفر ده كده؟ ده عملت فيه يا عم الشيف، جبت زبده ورصيت الكفر ده في قلب بايركس ازاز او في صينيه. حلو، وحطيتهم في قلب الفرن اتكرمل. انا شخصيا باكلها كرملت قشره البرتقاله بالشكل ده كده. شايفين الفراخ طالعه من قلب البرتقال بتكاكي، نغرفهم في طبق عينيا. اعمل لك اللي انت عايزه، مخرجنا الجميل بيحب الصوره الحلوه. يا غالي عينيا الاثنين. حاضر حاضر والله العظيم. وعايزني اقطع لك واحده من النص، اقطع لك واحده من النص. حاضر. الله اكبر. اللهم صل على النبي. افكار تعجب الولاد، تعجب الاطفال الحلوين اللي هم هدفنا، اللي هم ثروتنا. ما في واحد ثروته يقول لك اطيان وفلوس وحاجات، لا في احنا ثروتنا ولادنا الشباب. عينيا. حاضر، بس عايز ارصهم مش عايز تقف. حاضر. في رؤية؟ في فن؟ في ابداع؟ مين اللي بيقول؟ حضراتكم اللي بتقول. عملنا البرتقال مافن داخله من جوه هرم غذائي، اذا كان بروتين او كالسيوم او معادن. عملنا الميني حواوشي بتاعنا، الاكله الشعبيه اللي احنا ما عارفينها كلنا بناكلها، عملناها بطعم الصين النهارده ولكن بخفه ايادي مصريه. عملنا الطبق الصيني المشهور في الصين اللي هو النودلز مع الخضار او في اليابان، برضو بطعم صيني بطعم مصري لان الخضار من الارض الطيبه مصر. رؤيه، فن،
إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.